لم تتوقف الجماعة الإنقلابية وحليفها عند حد معين بعد سطوتها على الدولة اليمنية في أيلول الإنقلاب الذي وصف بالأسود، فقد دشنت بعد ذلك تحركات توسعية عديدة، لعل أهمها التوجه إلى محافظة الحديدة وإحكام السيطرة على أحد الطرق الاستراتيجية بغية تأمين التواصل عبر البحر مع حلفائها الدوليين وتلقي إمدادات السلاح من خلال ميناء المحافظة. الميناء الذي يعد الأهم من حيث استيراد السلع إلى اليمن وتغطية الحاجات النفطية وإيصال المساعدات الإنسانية بات ضمن المساحات الجغرافية الخاضعة لسيطرة الميليشيا التي أصبحت من خلاله تعمل على ابتزاز شركات وتجار دوليين. فخلال الأشهر الماضية قامت باحتجاز ناقلتين نفطيتين لشركات دولية محملة ب74,000 طن من المواد النفطية، وذلك بسبب مدفوعات مالية وفقا لما قاله ملاك الناقلتين. مصادر تجارية قالت إن الميليشيا منعت السفينتين من مغادرة الساحل اليمني بعد رفض دفع عشرات الملايين من الدولارات مقابل حمولتها من البنزين وزيت الغاز، فيما اعتبرت شركات وساطة فرنسية متخصصة في تأمين الشحن البحري إن الحادثة ربما يكون لها تداعيات كبيرة على قدرة اليمن في استيراد الوقود والسلع مستقبلا، نظرا لمخاطر التأمين التي ستجعل النقل أكثر تكلفة بل مستحيلا في بعض الحالات. تستمر الجماعة الإنقلابية في سيطرتها على جميع مؤسسات الدولة ومرافقها الهامة، وفي كل يوم من يوميات الإنقلاب تزداد الأزمات الاقتصادية فيما تتضاءل بالمقابل فرص النجاح.